السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا مع بعض ان كل يوم لينا لقاء مع الشغل الجديد والجديد. النهاردة برضو زي امبارح، زي ما قلت لكم امبارح، هيبقى الغوايش. ليه بتقولوا لي انت مهتم بالغوايش اليومين دول؟ انا اهتميت بالرفايع فترة طويلة جدا، والسلاسل والاساور والمسمار والاساور الحمص والكلام ده كله. وبعدين فوجئت ان يعني راغبي ال21 واللي بيحبوا يقتنوا الذهب الاصفر المشمشي اللي هو ال21 زعلانين مني وبيجوني المعرض يقولوا لي لا، يعني هو مفيش، طب ما انت عندك 21 كتير، اشمعنى ال18؟ حتى لو انت بتحب ال18 بس لازم تنزل ال21. وانا طبعا نزولا على رغبتهم، لانهم كلهم زبايني وحبايبي واصحابي واصدقائي، كل اللي موجود على الصفحه ده صديقي، انا بعتبره كده يعني. فدلوقتي انا هكلمكم على شويه غوايش ايه 21. زي ما انتم عارفين ان احنا الغوايش ال21 طول عمرها عندنا بتبتدي مصنعيتها، هي ارخص حاجه تقدر تقتنيها هي الغويشه ال21، لان هي بتبتدي من الجرام من 45 جنيه بالنسبه للي هو الاشكال الساده او الشعبي اللي هو بنقول عليها العاديه خالص، اللي هي الساده اللي زي اللي انا واقف عليها دلوقتي دي 45 جنيه جرامها. وبتتدرج بقى الاسعار طبعا، وفي الاخر الغويشه ارخص حاجه تقدري تحفظي فيها ذهبك، ارخص حاجه. معايا مفاجاه النهارده هتبقى في نهايه الفيديو، مفاجاه انا مجمعها من زمان. انا من سنه 89 بشتغل في الذهب، سنه 89 فتحنا المحل. كان اول حاجه كان محل صغير كده، وبفضل تشجيعكم طبعا الحمد لله بقى المعرض اللي انتم بتزورونا فيه وبتشوفوه على الصفحات. جايب لكم النهارده فواتير بتاعه العملاء بتوعنا اللي كانوا بيشتروا من عندنا، ويجي تضطروا الظروف انه يبيع الغوايش تاني او يبيع الاساوي او يبيع الحاجه اللي هو اشتراها. انا من عادتي اني بحتفظ بالفواتير بتاعتي دي اللي بترجع لي تاني، طبعا مبسوط منها لان فاتوره راجعه لي بميزاني من 10 سنين من 15 سنه، الميزان هو ما تاثرش، الا طبعا اذا كانت غوايش بتبقى ملبوسه في الايد. زي ما قلت يا جماعه، الذهب بيخس بالاستعمال، الذهب معدن، اي معدن بيتاكل من الاستخدام. انما لو حضرتك واخده غوايش عينها مثلا 100 سنه وزنها ما يتاثرش خالص، حطها في ايدك بقى استخدميها الاستخدام العادي الطبيعي بتاعنا كلنا، ممكن تغسلي مواعين، ممكن تخرجي بيها، هي نفسها بتحتك بيها الايدين، الغوايش بتحتك ببعضها، الاحتكاك ده اكيد انه بيولد يعني الذهب بينزل بعض الملي منه، وطبعا مع طول العمر ممكن ينزل وزنه طويله. لذلك انا ما بحبش دايما ان الذهب بالذات يا جماعه طب ما تلبسه وانت خارج. طبعا الغوايش عشان بعض الاحيان بتحبها على ايدينا بالظبط، فتبقى لبسها وقلعها وانا خارج صعوبه شويه، فزي بعضه هينقص، بس مهما نقص برضه الذهب معوض نفسه. وهوريكم يا جماعه انا بقالي 10 سنين، لا مش 10 سنين، من 2013 من ساعه ما الصفحه بتاعتي انشئت وانا بقول لو سمحتوا استثمروا في الذهب. هوريكم الكلام ده صحيح ولا لا، بالفواتير بالادله والبراهين، بالناس اللي اشترت وجت باعت وباعت بكام وكان شاريه بكام. طيب نبتدي بقى عشان ما اطولش عليكم عن كده، نبتدي بالغوايش. وطبعا انا زي ما انتم عارفين انا بحب شغل ماستر جولد كويس، ودي حاجه يعني لا انكرها، شايف ان الشغل بتاعهم عالي جدا. شايفين الغويشه دي عامله ازاي؟ شايفين؟ انا يعني فرحان بالشركه دي جدا. الغويشه دي 13 جرام، قولوا لي ليه؟ اقول لكم ليه. الناس دي مستثمرين وقاعدين في مصر وبيستثمروا فلوسهم في مصر، وتيجي تقول له بص الغويشه دي اللي انا واقف عليها دي حضرتك بحريني، بعد اذنك احنا عاوزين الغويشه دي، حد جاي مثلا من البحرين وجايب فردتين غويشه مبسوط بيها قوي، يقول له طب عاوزين نعمل دي هنا، ينفع بنفس اللون بنفس اللمعه؟ يقول لي اه ينفع، واعملها لك اخف كمان من الثانيه لو عاوز. الثانيه حاجه و20 جرام، نفس الغويشه دي، بص الغويشه حضرتك دي 13 جرام يا فندم، الغويشه دي 13 جرام ل 14 جرام حسب الوقت. انا ماسك اثنين مقاسين مختلفين اهو، واحده 13 جرام وشويه وواحده 15 جرام، اسف، من 13 ل 15 جرام حسب الوزن. طيب والغويشه دي هو كله تقيل عندك كده؟
ده احنا عندنا غوايش من 6 جرام، الغويشه دي يا جماعه 10 جرام برضو بحريني. بصي شغلها عامل ازاي، انا عاوز اقرب منها شويه بالكاميرا اهو. بصي الشغل عامل ازاي، بصي حضرتك كلها شغل ومبطنه من جوه، دي 13 جرام. طب ما عندوش حاجه تانية يعني؟ بس ده مش ماستر، وبرضو حد بيعمله لنا. الغويشه دي شايفين الغويشه دي، نسميها الزيتونه. الغويشه دي 10 جرام يا جماعه، الغويشه دي 10 جرام، لا 13 ولا 12. طيب ودي دي ايه؟ برضو 13 جرام الفرده. طبعا لا ما نقدرش طبعا نقول ان ماستر بس اللي يعمل شغل، لا. طب ما احنا عندنا شركه ايجيبت جولد اهي، عامله الغوايش الهندي، نفس الغويش الهندي بالظبط. لو حضرتك هتروح تشتريها من السعوديه ولا من البحرين، هي نفس الغويش اهي. وكل وزن الغويشه كام؟ وزن الغويشه 14 جرام يا جماعه. شغل كتير جدا النهارده، الشركات بتتنافس كلها على ان هي تنتج احسن حاجه. عش النمل دي ولا عش النحل اسف، دي الغويشه دي مش خفيفه 17 جرام، وغويشه متينه. لا بص الشغل بقى كده، انا بقرب لك من الشغل اهو. الغويشه طبقتين، وكل طبقه مشبكه في الطبقه الثانيه برجلي 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 من كل ناحيه. ولو قلبنا الغويشه هنلاقي نفس الرجول دي، شايفه اهي الرجول باينه قوي اهي، رجول الغويشه باينه. ليه؟ عشان لما امسك الغويشه كده اهو، بصي ما تتطبقش زي ما هي. لما تمسك الغويشه كده حضرتك، بصي غويشه متينه اهي، غويشه متينه جدا. طيب وفي منها حاجه خفيفه، في منها خفيفه اهو، نفس الكلام برضو. ودي الغويشه كل وزنها 10 جرام يا جماعه، الغويشه دي 10 جرام. المسمار اللي انتوا حابينها قوي، وانا شايف ان هي شيك جدا، المسمار اهي، حتى المسمار حف، شايفين المسمار غاطس اهو حف، ووزنها 7 جرام يا جماعه. الغويشه دي 7 جرام فقط لا غير، المسمار الحفر. وبرده دي عش النمل، اهي دي عش نمل بقى مش نحل لانها مدوره اهو، 15 جرام ونص الغويشه، وكلها رجوله اهو زي ما انتم شايفين برده، متينه جدا جدا جدا. طيب الساده بقى، الساده عندنا من نوعين، عندنا حاجه لوكس زي كده تشطيب وفينش عالي جدا جدا جدا، ودي 13 جرام ونص، دي 13 جرام ونص ل 16 جرام الفرد اهو. يعني انا معايا الكبيره ايه، الكبيره منها 14 وشويه، والاكبر منها تبقى 16 وشويه، والصغيره 12. دي تشطيب، اعلى تشطيب غويشه ممكن تاخده في الساده. طبعا لمعتها دايما الساده في التصوير ما بيبقاش حلو قوي، لانه بيعكس الاضاءه، فمش عارفين نصوره حلو، بس زي ما انتم شايفين كده. في منها كمان الكيميك، الكيميك الاولانيه دي بنقول عليها مربعه، وفي بقى الكيميك اللي هو اللي احنا واخدين عليه كله ده، ده 14 15 جرام الفرده. طب هو ده ما فيش منه خفيف؟ في منه خفيف، اللي بنقول عليه الشعر، اللي بنقول عليه ب 45 جنيه جرام اهو، ده من 7 جرام يا جماعه ل 10 جرام، عرضين اهي، عرضين باينين اهو، واحده 7 جرام اهي، العرضين جنب بعض اهو، العرضين جنب بعض اهو، ابعد شويه كده عشان تشوف، العرضين باينين قوي، واحده 7 وواحده 10. في منه بقى حاجات يا جماعه كمان، انا عشان الناس كتير قوي اللي ايديها صغيره، بالذات البنات اللي لسه يعني بنت وطالبه في الجامعه وكده، عايز تلبس غويشتين اهو، عامل لها الغوايش مقاس 18 و19، 5 جرام 75، 6 جرام 44، او في منها كذا شكل وكذا مقاس، غويشه 5 6 جرام، يعني انت معاكي 5000 جنيه هتجيبي غويشه، ممكن 4700 4800. طب واللي عاوز حاجه تقيله محمله تتفضل اهو، احنا مش هنسيب حد في نفسه حاجه. دي غويشه اللي هي اسمها دلع الهوانم، من سنه 89 انا بشتغل في الغويشه دلع الهوانم، هو اسمها كده. الغويشه دي 15 جرام، شايفين عامله ازاي؟ صب حاجه فوق الخيال، دي ما تتقطعش غير بالمقص بتاع الذهب بس. انما حضرتك دي بقى يعني انا اللي عاوز يقتني وتلبس العشرة بتوعها 150 جرام، هي الغويشه دي عاملين فيها شغل، ما فيهاش ولا فص، كلها ذهب ابيض في منقوش، حتى قلبها كمان منقوش. لا غويشه جميله جدا جدا جدا. وبرضه في نفس الوقت عندنا الحاجات الخفيفه اهي، اهي انا معايا اهو الغوايش اهي، دي
بنسميها 4 مللي عرض الغويش، 4 مللي 5 جرام 5 جرام ونص 6 جرام. في منها حاجه تقيله ثانيه، الاسهم دي، الاسهم دي تقيله شويه اهي دي يا فندم اهي، ودي وزنها 6 جرام ل 6 جرام ونص تقريبا الفرده. طبعا انا مش هقول بقى الحمصه اللوكس اللي انتوا عارفينها وكلكم بتحبوها، ال 10 11 جرام، من 9 جرام ل 10 جرام اهي. بصوا عامله ازاي، الغويشة كلها شغل، كلها شغل، ما فيهاش ولا حتة مش مشغولة جوه وبره، والحمصة كلها ذهب أبيض، حاجة جميلة جدا جدا جدا. أنا كده يا رب أكون يعني عرفت أتكلم وأشرح لكم. عاوز بقى أخش معاكم يا جماعة في حاجة جميلة جدا. آدي فواتير قدامي أهي أوريها لكم. مثلا دي فاتورة بتاعة القدس أهي، تاريخها 6/7/1989. المفاجأة كان شاريها من عندنا حد اسمه محمود عبد الحفيظ محمد اهي، 4 غوايش مجدول. عارفين المجدول بتاع زمان؟ دلع الهوانم زي اللي انا وريته لكم دلوقتي، بس احنا خفيناه. الاربع غوايش كانوا 100 جرام و15، كانت الفرده 25 جرام، لسه بنعملها لغايه دلوقتي. حضرتك الاربع غوايش ال 100 جرام و15 مللي ب 1417 جنيه. سعر الجرام شامل الضريبة والمصنعية 14 جنيه و15 قرش، الكلام ده من 30 سنة. شوفي بقى من 30 سنة كم ضعف، ال 14 جنيه بقى 900 جنيه، تخيلي تخيلي كم ضعف كده. أقول لك أنا كم ضعف، يعني 900 على ال 14 يعني 60 ضعف. إيه ينفع تستثمري فيه يزيد 60 مرة في 30 سنة؟ بيزيد 200% في السنة. طب وبعديها على طول، دي الحاجات اللي بترجع لنا ويبقى لسه الزبون معاه فاتورتها. اللي بعديها على طول سنة 96 حد شاري مننا جرام جنيه ذهب الملك جورج عيار 21 اهو، 8 جرام ب 230 جنيه، ب 28 جنيه 75 سعر الجرام، 28 جنيه 75 سنة 96 يا جماعة. يا جماعة بقول لكم استثمروا في الذهب، ريقي نشف معاكم، بنروح نحط فلوسنا في